النهارده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اعلن عن انشاء وحده مركزيه لحصر ومتابعه الشركات المملوكه للدوله. ده كان اجتماع مع مسؤولي البنك الدولي في اطار متابعه تنفيذ وثيقه ملكيه سياسه ملكيه الدوله وحوكمه الشركات الحكوميه. طبعا كان في عدد من الوزراء، الدكتوره رانيا المشاط وزيره التعاون الدولي والمدير الاقليمي بالبنك الدولي في مصر، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر. رئيس الحكومة قال في الاجتماع ان مصر ماشية في خطوات ثابتة عشان تنفذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقال ان مجلس الوزراء خد قرار بانه يعمل قانون بانشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة في الدولة، وان كل وزارة في تخصصها هتتابع القرارات والإجراءات الخاصة بحوكمة الشركات المملوكة للدولة. بعدها وزيرة التعاون الدولي قالت إن الفترة اللي فاتت كان فيها اجتماعات وورش العمل مع باسة صندوق النقد الدولي علشان يبحثوا تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. خلونا نفهم أكتر. معانا السيد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء. مساء الخير يا سيادة المستشار. مساء النور يا فندم. سيادة المستشار، ممكن نعرف أكتر عن دور الوحدة المركزية الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة؟ في الحقيقة يا فندم، الدور الوحدة هو العمل على حصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة. كما تعلم حضرتك، هناك عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة التابعة لعدد كبير من الوزارات. هناك حاجة لحصر الشركات، حصر أصولها، التعرف على أوضاعها المختلفة، وهذا الأمر بيأتي في إطار حرص الدولة على تطبيق الحوكمة ودعم تلك الشركات وتطبيق أفضل أساليب الإدارة فيها. هذا هو دور الوحدة بصورة أساسية. الوحدة بتدعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكما تعلم حضرتك أنه الوثيقة من ضمن أحد أهم أهدافها هو حسن إدارة أملاك وأصول الدولة. وبالتالي مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي أقر مشروع قانون لإنشاء تلك الوحدة، وإن شاء الله سيتم متابعة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة. هتبدأ عملها إمتى يا سيادة المستشار؟ ستبدأ عملها بعد انتهاء الإجراءات الدستورية والقانونية. كما تعلم حضرتك، مشروع القانون بعد إقراره بيروح للبرلمان، ويتم بعد الاعتماد من البرلمان والتصديق عليه بيتم نشره في الجريدة الرسمية ويبدأ تطبيقه مثل أي مشروع قانون. الاجتماع اليوم خلال تلك الفترة هناك العديد من الترتيبات والتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، واجتماع اليوم كان بيأتي في هذا الإطار، هو متابعة الجهود اللي تتم ومحاولة خلينا حضرتك نقول بناء رؤية مشتركة والتفاهم على ما يمكن تقديمه من جانب البنك الدولي لدعم الحكومة المصرية وجهودها في هذا الإطار. الوحدة سوف تمثل كما ذكرنا وسيلة أو آلية هامة لتطبيق أو دعم جهود الدولة في تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، ودعم دور القطاع الخاص في الاستثمار اجمالي استثمارات الدولة. وبالتالي هناك مجهود ان شاء الله بدأته وزارة التعاون الدولي مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وان شاء الله سيتم متابعة هذا المجهود خلال الفترة المقبلة ان شاء الله. سيادة المستشار، البعض بيبقى عنده قلق وبيتكلم عن فكرة، هو ده علشان بيع الأصول ولا إدارة الأصول ولا المشاركة في الأصول؟ إطلاقا يا فندم، الموضوع بيتم بأعلى قدر كبير من الشفافية. كما تعلم، وثيقة سياسة ملكية الدولة بتقوم على حسن إدارة أملاك الدولة وأصولها، وبالتالي حتى في حالة حدوث بيتم أولا دراسة أوضاع الشركات ودراسة علمية محايدة تماما،
الوحدة ستتولى إجراء تلك الدراسات بصورة محايدة تماما وعلمية، وليس بالضرورة أن يتم بيع الأصول، ربما يتم اتخاذ القرار سيكون بناء على حالة كل شركة على حدة، وبطبيعة الحال الوحدة ستصدر توصية، والتوصية سيتم أو القرار سيكون من قبل مجلس الوزراء بعد عرض على اللجنة الوزارية المختصة، سيتم إصدار القرار من مجلس الوزراء، وبالتالي دور الوحدة هو تقديم التوصيات من أجل حسن إدارة أملاك الدولة وأصولها، وليس بالضرورة أن يتم بيع الأصول، على العكس. يعني الهدف الأساسي هو يعني دعم بجانب دعم دور القطاع الخاص، ولكن أيضا حسن إدارة أملاك الدولة وأصولها وزيادة مواردها وتطبيق أساليب الحوكمة والشفافية. وبالتالي المبدأ العام أو دور الوحدة هو دراسة أموال أملاك الدولة والشركات وأصولها، والنظر في كيفية تعظيم تلك الفوائد، وليس بالضرورة أن يتم التخرج من كل الأصول. ربما قد يرى في لحظة ما أن تصدر الوحدة توصية لمجلس الوزراء بالتخارج من بعض الشركات، ولكن ليس هذا هو المبدأ. المبدأ الأساسي هو كما ذكرت حسن إدارة أملاك الدولة وأصولها، وهذا الوحدة ستصدر توصياتها إن شاء الله مستقبلا، ومجلس الوزراء سينظر في التوصيات ويتخذ القرار في حين بإذن الله. النهاردة سيد رئيس الوزراء أسعدنا بالإعلان عن الاستعداد للمؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي، ماذا عن هذا المؤتمر؟ أين سيكون؟ من سيشارك فيه؟ المؤتمر يا فندم هو بيأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية ما بين مصر والاتحاد الأوروبي. المؤتمر بتشترك في جهود تنظيمه العديد من جهات الدولة، هيئة العامة للاستثمار، وزارة التعاون الدولي، العديد من المؤسسات والعديد من السادة الوزراء حضروا اجتماع اليوم. الاجتماع بيأتي أو المؤتمر بيأتي في إطار كما ذكرت العلاقات الاستراتيجية ما بين مصر والاتحاد الأوروبي، وحرص مصر على دعم الشراكة مع الجانب الأوروبي. نعم. المؤتمر بيعقد يومين إن شاء الله 29 و30 يونيو المقبل، إن شاء الله ستكون هناك، بنسعى لكي تكون هناك مشاركة على أعلى مستوى من الجانبين، وفي نفس الوقت مشاركة عالية المستوى أيضا من القطاع الخاص، وهذا هو ما أكد عليه السيد رئيس مجلس الوزراء أكثر من مرة. ده هيكون إمتى سيادة المستشار لهذا المؤتمر؟ 29 و30 يونيو المقبل بإذن الله. إن شاء الله، وإن شاء الله سيهدف المؤتمر بالأساس لجذب ودعم مشاركة القطاع الخاص في المؤتمر من أجل بحث الفرص الاستثمارية وسبل التعاون المشترك ما بين الجانبين. المؤتمر بيمثل أهمية لأنه بيأتي في إطار حرص الدولة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك العمل على إبراز فرص الاستثمارية والحوافز التي تقدمها للمستثمرين الأجانب. وبالتالي إن شاء الله يعني ستكون هناك العديد من المحاور والفرص الاستثمارية وفقا لأولويات القطاعية للدولة، وبنعمل إن شاء الله أنه يأتي هذا المؤتمر يتم إخراجه في أحسن صورة ممكنة، وتكون يعني ويكون بمثابة دفع للعلاقات مع الجانب الأوروبي. طيب سيادة المستشار أنا آسف هنقل لموضوع تاني، بس هو خاص بالمهلة الخاصة بالأجانب المقيمين في مصر، خاصة أنا شايف وزارة الداخلية بتبذل مجهود كبير، لكن أصوات الغضب بدأت تتزايد بسبب تجمعات كثيرة لبعض المقيمين والذين يبدو أن هم بلا أوراق أو لم يدخلوا بطريقة رسمية أو لم يقننوا أوضاعهم. ما هي خطة الحكومة؟ هنعمل إيه مع انتهاء هذه المدة؟ يعني بطبيعة الحال فندم كما أعلنت يعني بالذات وزارة الداخلية، وكما أعلننا في بيانات سابقة، وزارة الداخلية منحت المهلة للمقيمين من غير المصريين لتقنين الأوضاع. إن شاء الله في كل الأحوال وزارة الداخلية بتقوم بمتابعة الأوضاع القانونية لغير المقيمين، وبيتم العمل على ضمان التزام الجميع بالقواعد والقوانين المصرية وما تضعه وزارة الداخلية من إجراءات في هذا الصدد.
كما تعلم حضرتك أنه أي مقيم غير مصري لابد له أنه يقنن أوضاعه حتى يتمكن من القيام بالعديد من الإجراءات ذات الطابع القانوني، سواء في الجهات المصرية أو ربما أيضا لدى البنوك وخلافه. وبالتالي يعني الأمر أتصور أنه الجميع يدرك أهمية تقنين أوضاع المقيمين من غير المصريين، وإن شاء الله يعني وزارة الداخلية ستتابع هذا الأمر. اللي ما يقننش يتحمل المسؤولية ويتحمل كل العواقب القانونية لعدم التقنين. بالطبيعة الحال يعني وزارة الداخلية ستطبق القانون في كل الأحوال، ولكن خلينا أقول لحضرتك أنه ستكون هناك عقبة أساسية أمام أي مقيم غير مصري في حالة عدم تقنين أوضاعه، لأنه سيصعب عليه القيام بأي إجراءات سواء لدى الجهات الحكومية أو خلافه. وبالتالي أتصور أنه الجميع بما في ذلك المقيمين بصورة أساسية يدركون المقيمين من غير المصريين يدركون أهمية تقنين أوضاعهم، ولذلك يعني جاءت سعي وزارة الداخلية لمد المهلة من أجل يعني إتاحة الفرصة الكافية لهم. وإن شاء الله يعني بؤكد لحضرتك أنه سيتم تطبيق ومتابعة تطبيق القوانين من جانب وزارة الداخلية. بشكرك جدا سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.